اوعى تفتكر ان النرفزه بسبب القولون او بسبب ارتفاع ضغط الدم، لا، النرفزه هي اللي بتعمل كل الامراض دي مش العكس. طيب وشلون اتخلص من النرفزه؟ انا كذا ما اعرف، دمي حار. يا عامر اي كائن حي دمه حار. يعني انا كائن حي؟ اكيد طبعا يا عامر، بس المشكله اللي عندك ان انت بقيت مدمن على النرفزه، بقيت مدمن عصبيه. والحل؟ احنا عندنا ثلاث مراحل لعلاج الامراض اللي زي كده. اول مرحله منهم ان شاء الله هتكون مرحله المعايشه. وشلون يعني؟ شوف يا عامر، الاشخاص دي انواع. اول نوع ناس عصبيه جدا، تاني نوع ناس طبيعيين عادي خالص، تالت نوع بقى ناس بارده قوي. والمطلوب انك هتختار واحد بقى من الناس البارده دي اللي انا هعرضهم عليك، تمام؟ هتدفع عليه 5000 ريال تامين. لو كتب عنك تقرير حلو يبقى انت استحملته زي الفل وتعالجت، لو كتب عنك تقرير وحش يبقى هتضيع عليك ال 5000 ريال. عصام 26 سنة، بيحب يسمع فيروز، واكلته المفضلة السيزر سلطة. اما عاد سيزر سلطة، غير ما بيه. يوسف 25 سنة، بيحب الرسم والتصوير، ورياضته المفضلة هي التزحلق على الجليد. خبل ذا، من وين اجيب له دليل بالرياض؟ غير. سامي 27 سنة، بيحب قراية الكتب، واهم حاجة عنده يشرب القهوة وهي سخنة. ايه هذا هو لهم، خلاص جيب لي ابو قهوة. اهلا وسهلا ومرحبتين بعامر في بيت اخوك سامي. هنا مكان نومك ودورة المياه في الجهة المقابلة اذا احتجتها. مشكور يا اخ سامي، عاد انا بخلي الشنطة عندك وبروح. وين؟ بروح الاستراحة. بس انت نسيت شغلة مهمة جدا، انا مرافق معك ولازم اكون معك وين ما تروح. طب ما في مشكلة، دزها مع الاستراحة. اسف، الان وقت نومي. أبوك الدجاجة في حد ينام الساعة 9، الحين وش الصوات؟ تلقى العيال الحين طقينها بلايستيشن وتحديات وفلة وشاورما. خلنا نام بس. ارجع نام يا عامر. يا ليل الليل، وش نظامك انت؟ عامر لازم جسمك يستفيد من نوم الليل، نوم الليل فيه فوائد عظيمة. تراك اشغلتنا. التقييم يا عامر. طب عادي اروح دورة المياه علشان ارجع انام وجسمي يستفيد من نوم الليل. لا تتأخر. اصحى يا عامر، عامر حبيبي لازم تصحى. لا يمكن تكون انسان ايجابي وهادي وانت ما تفطر، عارف؟ الفطور اهم وجبه لجسم الانسان. طيب خلاص عرفنا، غيره؟ الزيتون هذا مليان معادن وفيتامينات تساعدك انك تكون انسان ريلاكس وهادي اعصابك. العسل هذا اللي يساعدك انك تكون انسان ايجابي محب للحياة، حاس باللحظة اللي أنت فيها، أنت فاضي للمشاكل والنرفزة والنفسنة. اللي قاعد تسويه في نفسك يا عامر كان غلط. يا أخي خلاص، أنت ما تسكت، ما تعرف تاكل وانت ساكت، ما عودوك أهلك، بعدين من اليوم تطفح تطفح تطفح، ما شبعت. ظاهر أنك يا عامر نسيت أن في تقييم. ها؟ أنت اليوم معي عشان تتخلص من هالنرفزة اللي أنت فيها. ابتسم، ابتسم الآن مع الصباح الباكر ووريني ابتسامتك.
خصم 10 نقاط يا عامر. طيب تدري 20 نقطة يا عامر. يا أخي خلاص خلاص لا تصير بثر أنت. خصم 30 نقطة يا عامر. أخصم أخصم أم بغيت مين.